اهلا بيكم. النهارده هقدم لكم كورس جديد اسمه ترين ذا ترينر. الحقيقه الكورس ده حاولت احط فيه خلاصه ال 15 سنه اللي فاتت من حياتي وخبرتي في مجال التدريس. وان لما بقول خبرتي لا اعني ان انا عندي خبره، وانما ان في ال 15 سنه دي اتعلمت شويه حاجات عن ازاي اجهز كورس وازاي اجهز محاضره وازاي اقدمها، ولسه بتعلم. علشان كده حتى من ساعة ما ابتديت ادي كورس ترين ذا ترينر، كل ما بديه مرة المرة اللي بعديها اغير فيه حاجات وازود واشيل واغير حتى شكل البرزنتيشنز وما الى ذلك. فالحقيقة الكورس ده اتشجعت ليه قوي، لاني حسيت ان عملية التدريس من الحاجات الجميلة اللي انا بستمتع بيها في حياتي، واللي فادتني جدا في حياتي الشخصية، وبتديني احساس عالي جدا بالسعادة لما ابتدي مع حد اشتغل معاه وفي الاخر احس انه زاد حتة. فعشان كده يمكن حبيت ان انا اخلي اهم حاجة بنتكلم عنها في الكورس ده هو ان احنا بنغير حياة الناس. انت عندك حاجة تعرفها محدش غيرك يعرفها، او انت عندك حاجة تعرفها اكتر من حد تاني، او انت حتى عندك حاجة ممكن تلاقي حد ما يعرفهاش زيك، وفي ناس تانية تعرفها صحيح، بس انت اللي عندك استعداد ان انت توصلها. ما تستخسرش الكلام ده، ما تستخسرش اللي انت تعرفه في ان الناس تعرفه وانك توصله للناس. هنحاول في الكورس ده نتعلم مع بعض شوية حاجات تخلينا نقدر نوصل المعلومات بتاعتنا بشكل احسن، ونجهز المحاضرات بتاعتنا بشكل احسن. عشان كده حطينا مجموعة من الاوبجكتيفز للكورس ده كلها بتدور حوالين ازاي نحسن شكل المحاضرة بتاعتنا، او ازاي نعمل حتى محاضرة من الاصل، وازاي نوصلها للناس، ازاي نختار الوسائل الكويسة اللي ممكن بيها نوصل المعلومة بتاعتنا. هنتكلم على ازاي جوه المحاضرة نتعامل مع الناس، وقبل المحاضرة نحضر المحاضرة ازاي، وازاي كمان نعمل عملية تقييم اذا احتاجناه للكورس او للمحاضرة اللي احنا بنديها. وكل ده في الاخر بيصب في نقطة، في موضوع اساسي، وهو موضوع ان انت محتاج تغير حياة الناس اللي حواليك. انت تقدر تغير حياة الناس اللي حواليك وتقدر تخليها احسن، ما تستخسرش فيهم الكلام ده زي ما بيقول. الحقيقة الكورس فيه مجموعة من التوبكس متقسمين لحوالي 10 او 12 توبك، لكن كلهم برضو بيتجمعوا مع بعض في الاخر ان هم ينموا مهاراتك وينهموا امكانياتك في ان انت توصل المعلومة بشكل احسن. ازاي انت تجهز نفسك للمعلومة بالمعلومة اللي عندك وتجهزها عشان توصلها للي هيستمع ليك. اللي هيستمع ليك ده مش ضروري يكون ابدا انه هيستمع ليك في كورس وهتديله عليه درجات وهينجح ويصعد. كفاية ان انت ممكن تكون بتستعد ان انت تروح تدي محاضرة عامة في واحدة من النشاطات الطلابية مثلا، وعايز توصل لهم معلومة ولو صغيرة. المعلومة دي برضو بتحتاج اعداد علشان تقدر توصلها بشكل جيد. كمان هنتكلم هنا عن اللي مهتم بموضوع انه يجهز كورس ويوصل كورس وازاي يحضره، دي برضو من التوبكس المهمة. وازاي نقيم الكورس نفسه بعد ما نخلصه، ازاي نشوف اذا كنا اشتغلنا كويس ولا لا، واذا كنا اشتغلنا كويس او وحش ازاي نخليه احسن، لانه حتى لو كويس دايما حاول تخليه احسن. المهم في الاخر احب ان المعلومات دي تكون مفيدة ليك، وان هي تطلع من جواك المعلومات اللي الناس ممكن تستفيد بيها، لان دي الحقيقة هي اللي بتبني المجتمعات، وهي دي اللي بتبني الحياة بشكل عام. وصدقني لو جربت انك تدرس هتستمتع بيها ومش هتبطلها بين طول حياتك. ارجو ان انا اشوفكم معايا في الكورس في المحاضرة، اول محاضرة ان شاء الله بعد دي.